السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. الفيديو ده هيكون ريفيو للسامسونج جالاكسي S7 Edge. السنه اللي فاتت S6 والS6 Edge كانوا نقله كبيره وممتازه لسامسونج في مجال التصميم، والسنه دي سامسونج قررت تحافظ على نفس التصميم بس مع شويه تعديلات كلها بصراحه للاحسن. S7 Edge جاي من الوش والظهر مع جوريلا جلاس 4 اللي المفروض ان هو ضد الخدش، والفريم بتاع الموبايل الومنيوم. السنه دي الازاز اللي في الظهر جايب كيرف على الفريم الالومنيوم زي شكل الايدج بتاع الشاشه، وده خلى شكل الموبايل شيك جدا ومميز، وبصراحه مش شبه اي موبايل تاني موجود في السوق. الموبايل مسكته في الايد مريحه وسهل تستخدمه بايد واحده نسبيا، رغم ان حجم الموبايل مش صغير، بس طبعا عيب الازاز المعتاد انه بيسيب اثار بصمات ومحتاج تمسحه كل شويه، ده غير كمان انه بيتزحلق جدا. سامسونج السنه دي كمان زودت سمك الموبايل حاجه بسيطه، والزياده دي ادت فوائد كويسه جدا، اولها طبعا بطاريه اكبر ودي هنتكلم عليها بعدين. الفايدة التانية ان بروز الكاميرا وزرار الهوم بقى اقل، وده اكيد بيدي الموبايل انسيابية اكتر. زراير الباور والفوليوم في S7 Edge كويسة جدا، ومكانها كمان مظبوط مع ماسكة الموبايل. سامسونج رجعت السابورت للSD كارد مع S7 Edge، وعندك اختيار انك تستخدم كارت ذاكرة لحد 128 جيجا او تستخدم 2 سيم كارد، وده في نفس السيم تري، بس اوبشن 2 سيم كارد مش موجود في كل النسخ. النسخة المعادي هي اللي بتدفع في الكويت، واظن في السعودية الاوبشن ده مش موجود للأسف. S7 Edge مازال بيجي مع مايكرو USB مش USB-C، وده قرار معجبنيش من سامسونج، عشان تقريبا كل الموبايلات الاندرويد اللي نازلة السنة دي هتيجي مع USB-C، وعلى اخر السنة اظن مايكرو USB هيبقى قليل جدا وهيبقى حاجة قديمة. حاجة تانية ممتازة رجعتها سامسونج ان S7 Edge ضد التراب وضد المية لحد عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة، وده من غير ما تحتاج اي غطاء او فلابس على فتحات الموبايل، ده طبعا عشان الموبايل بقى السنه دي IP68 certified. والكلام ده انا جربته فعلا بنفسي وحطيت الموبايل في المية والحمد لله كله تمام، بس الموضوع ده ليه تاثير سلبي على الموبايل للاسف، وهو السماعه الصوت فيها جودته سيئه بصراحه. الصوت عالي ومسموع، بس مقارنه بحاجات زي سماعه النكسس 6P الفرق كبير، ده غير ان مكانها سهل جدا تغطيه في ايدك وانت بتتفرج على فيديو مثلا. اوفر اول هي مقبوله وبتادي الغرض، بس كان نفسي تبقى احسن من كده. ونيجي للشاشة. شاشة الـ S7 Edge 5.5 انش سوبر اموليد ريزولوشن كواد اتش دي 2560x1440، وسيبك من الارقام، الشاشة من الاخر جبارة وتقريبا احسن شاشة موبايل موجودة دلوقتي. الكونتراست محترم والاسود اسود جدا، الالوان كمان قوية وواضحة، استخدام الشاشة في الشمس كمان سهل ومفيش اي مشاكل. دوران الادج من الناحيتين بيدي احساس ان مفيش اي حدود او بيزلز للشاشة، وده بيخلي الموبايل مثالي للفرجة على الصور والفيديوهات، والشاشة فعلا بتخلي استخدام الموبايل ممتع مع اي حاجة شغالة. ونكمل مع اوبشن جديد في الشاشة اظنه هينتشر في الموبايلات السنة دي، وهو الـ Always On Display، وده باختصار بيخلي الشاشة دايما تظهر حاجات زي الساعة او النتيجة او صورة مثلا، والكلام ده من غير ما يسحب بطارية كتير، ودي حركة مفيدة لو بتحط الموبايل جنبك وانت نايم مثلا. كان نفسي كمان التنبيهات والنوتيفيكيشنز كمان تظهر على الشاشة، بس للاسف مفيش الاوبشن ده. ونيجي للمواصفات الداخليه للS7 Edge. عندك المعالج او البروسيسور سناب دراجون 820 كواد كور او اكسينوس اوكتا كور 8890، وده هيكون حسب المكان اللي هتشتري الموبايل منه. الذاكره العشوائيه 4 جيجا رام، وعندك 32 جيجا ذاكره داخليه مع مكان لاس دي كارد زي ما قلنا في الاول، وكل المواصفات الممتازه دي بتترجم لاداء برضو ممتاز. S7 Edge سريع جدا ومفيش اي بطء او لاج في اي حاجه بتعملها. التقليب جوه المنيوز وبين الابلكيشنز سريع وسلس. الموبايل كمان بيتحكم في الرام او الذاكره العشوائيه بشكل ممتاز، عشان كده تقدر تفتح ابلكيشنز كتير جدا وتسيبهم شغالين من غير ما يحصل اي مشاكل في الاداء. تقدر كمان تعمل مالتي تاسكينج وتفتح كذا ابلكيشن في نفس الشاشه برضه بكل سلاسه ومن غير اي مشاكل. الموبايل بيفتح الابلكيشنز بسرعه جدا ودايما يعتمد عليه بصراحه. أداء الـ S7 Edge كمان مع الجيمز ممتاز جدا، كل الجيمز اللي جربتها شغالة بسلاسة ومن غير أي بطء، وأداء الموبايل فعلا ممتاز حتى في الألعاب التقيلة. مع الشاشة الجبارة هتستمتع جدا بالجيمز على الموبايل، وبالنسبة للحرارة برضو ما واجهتش أي مشاكل. الموبايل بس بيبقى دافي شوية بعد اللعب فترات طويلة ومن غير ما يسخن بشكل كبير، وده بفضل نظام جديد عاملاه سامسونج وهو تمريد الموبايل بالمية. الـ S7 Edge جواه أنابيب صغيرة جدا المية بتتبخر وتتكثف فيها عشان تبرد جسم الموبايل بشكل احسن. وبالكلام عن الجيمز، سامسونج كمان عامله اوبشن جديد اسمه جيم تولز، وده بيديك كذا اختيار وانت جوه الجيمز،
زي انك تمنع اي تنبيهات تقطعك تماما حتى المكالمات، او ممكن تسجل اللي انت بتلعبه فيديو عشان تعمل له شير مثلا بعد كده، او ممكن تاخد سكرين شوت وغيرها اوبشنز تانية مفيدة. كل ده تقدر توصل له بسرعة من منيو بتبقى موجودة جوه الجيم نفسها. اما بالنسبة للسوفت وير فالS7 Edge طبعا بيجي مع تاتش ويز فوق اندرويد مارشميلو، وشكل السوفت وير تقليدي بالنسبة لسامسونج. تاتش ويز بيديك اوبشنز كتير جدا، وبصراحة في حاجات مفيدة وافكار كويسة جدا. عجبني منها تحديدا سهولة انك تقدر تاخد سكرين شوت لصفحة طويلة والسوفت وير يوصلها بعضها، زي انك تاخد سكرين شوت مثلا من جوه تويتر. وغيرها في حاجات تانية برضو زيادة ما لقيتش نفسي بستخدمها كتير، بس الميزة ان اي حاجة مش عجباك ممكن تطفيها وتنساها. وعموما تاتش ويز اتحسن كتير مؤخرا وبقى فيه فعلا حاجات كتير مفيدة، بس انا عن نفسي بصراحة ما زلت بفضل الستوك اندرويد. وبما ان طبعا ده S7 Edge فاكيد عندك مميزات الادج، فمجرد انك تعمل السوايب من حرف الشاشة بيظهر لك اختصارات مفيدة تقدر تظبطها على مزاجك، زي مثلا كونتاكتس بتكلمهم كتير او ابليكيشنز عايز توصلها بسرعة، وحركات تانية زي البوصلة ومسطرة ودرجات الحرارة. تقدر تضيف او تشيل حاجات من الحاجات دي او ترتبهم زي ما انت عايز. تقدر كمان تحدد المكان اللي هتعمل منه السوايب، ممكن تخليه من اليمين او من الشمال او من فوق او من تحت من الشاشة، وده طبعا هيكون حسب مسكتك للموبايل نفسه. ونرجع نتكلم تاني عن الهاردوير. البصمة في S7 Edge موجودة في زرار الهوم. السيتاب بتاعها كان سهل وبتشتغل بسرعة جدا اول ما تلمس الزرار، بس لو الشاشة مطفية لازم تدوس الزرار عشان تعمل انلوك. اظن كان يبقى احسن لو بس تلمس الزرار من غير ما تحتاج تدوسه، بس اوفر اول البصمة شغالة كويس جدا وسريعة ودايما يعتمد عليها وبتشتغل من اول مرة بسهولة. ووصلنا لحاجة اتطورت جدا مع S7 Edge عن الجيل اللي فات، وهي البطارية. بطارية S7 Edge مقاسها معتبر 3600 ملي امبير، واقدر اطمنكم ان ادائها تمام. البطارية بتكمل اليوم بسهولة حتى مع الاستخدام التقيل، وعادي انك توصل لخمس ساعات ونص مثلا سكرين اون تايم او وقت تشغيل للشاشة، وساعات بتكون اكتر كمان لو الاستخدام خفيف. اداء البطارية كمان في الستاند باي كويس جدا، واظن ده بفضل دوز مع اندرويد مارشميلو. البطارية كمان بتتشحن بسرعة جدا مع الفاست شارجنج، ومن الزيرو بتوصل ل60% في حوالي نص ساعة مثلا، وبتتشحن كامل في اكتر من ساعة بشوية. S7 Edge كمان بيسابورت وايرلس شارجنج وفاست وايرلس شارجنج، وافر اول بصراحة اداء البطارية تمام جدا. ووصلنا لاخر حاجة وهي الكاميرا. S7 Edge بيجي مع كاميرا 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة كبيرة f1.7، وطبعا ده بيسمح لضوء اكتر انه يدخل الكاميرا. الكاميرا بتطلع صور ممتازة جدا، الالوان مظبوطة والاضاءة كمان مظبوطة، وسهل جدا انك تلقط صور بسرعة جدا من غير اي زغللة، وده بفضل نظام جديد اسمه Dual Pixel Auto Focus. ده بيخلي الكاميرا تعمل فوكس بسرعة جدا. الكاميرا تقدر تفتحها بسرعة جدا بضغطتين على زرار الهوم، ومع الفوكس السريع تقدر تاخد صور ممتازة كل مرة. وبصراحة الكاميرا يعتمد عليها في كل المواقف. في حاجة تانية ممتازة في الكاميرا وهي بفضل F1.7، وهي انك تقدر تعمل عمق في الصورة وتفصل الخلفية عن الحاجة اللي انت بتصورها من قريب زي الكاميرات المحترفة. الابليكيشن كمان بتاعت الكاميرا خفيفة وسريعة، وفيها اوبشنز كتير عشان تتحكم في كل حاجة انت عايزها. ساعات لما تيجي تصور في الشمس الاضاءة بتضرب شوية في الصورة، بس لو عدلت الزاوية الصورة بتظبط. في الاضاءة المنخفضة اداء الكاميرا برضو كويس جدا، الكاميرا طلعت تفاصيل كتير من غير زغللة في الصور. تصوير الفيديو كمان مع 4K محترم جدا، ومع الامج ستابلايزيشن او مانع الاهتزاز الفيديو شكله بروفيشنال، والاوتو فوكس السريع جدا بيخلي الفيديو دايما واضح وشارب. اما الكاميرا الاماميه في S7 Edge فهي 5 ميجا بكسل مع f1.7 برضو، واحلى ميزه فيها انها عريضه جدا، وسهل جدا انك توصل للسيلفي اللي انت عايزها من غير ما تضطر تمد ايدك على الاخر. وتفاصيل الصوره كمان واضحه والالوان مظبوطه جدا. من الاخر الكاميرات في S7 Edge مفيش احسن من كده. الخلاصه الجالكسي S7 Edge موبايل ممتاز، وبخلاف حاجات بسيطه كان نفسي تكون احسن زي السماعات وانه يكون USB-C مش مايكرو USB، كل حاجه تانية تمام جدا وبسهوله برجحه جدا لاي حد. اذا انت في السوق ناوي تشتري S7 او S7 Edge ومحتار ما بينهم، انا عملت فيديو مقارنه بينهم وهتلاقي لينك ليه دلوقتي على الشاشه. وبس، لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير واكيد سبسكرايب عشان تكونوا اول ناس تشوف الفيديوهات الجديده، واستنوني ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.